مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. النهاردة هنحكي حكاية جامع الحاكم بأمر الله اللي قرر يبنيه العزيز بالله ومات قبل ما يخلص وتكمل البنى في عصر الحاكم بأمر الله ابن العزيز بالله. اهتم الحاكم بكل تفاصيل الجامع، حتى المئذنة بتاعته غريبة على شكل مئذن عصرها، جديدة ومميزة، وتقريبا الجامع كله من أوله لآخره شكله مختلف عن كل جوامع العصر الفاطمي. كمان اتبنى خارج أسوار القاهرة، لكن بدر الجمالي وهو بيجدد أسوار القاهرة دخله جوه الأسوار وبقى جامع الحاكم بأمر الله جوه مدينة القاهرة. الجامع ده بقى مر عليه شوية تغيرات وأحداث كده وحبة تجديدات ادته من التميز شيء كبير. أولها لما دخلت الحملة الفرنسية في مصر أخدته عشان يتخزن فيه الأسلحة وعملوا المئذنة برج للمراقبة. تاني حاجة في سنة 1807 جدد السيد عمر مكرم الجامع بعد خراب الفرنسيين فيه. تالت حاجة في القرن 19 أخدوه أهل الشام مقر لتجارتهم وحاتهم وكانوا بيسكنوا جواه. رابعا في سنة 1880 استغلته الدولة لعرض الآثار الإسلامية جواه وسموه دار الآثار العربية لحد ما نقلوا الآثار لمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق. وتحول بعدها المدرسة اسمها مدرسة السلحدار الابتدائية. خامسا واخيرا لما جددته لجنة حفظ الاثار العربية وزارة الاثار حاليا، ورجع الجامع بعدها بكل جماله وتفاصيله الاولى وكأنه معداش عليه اي حاجة خالص. روحوا بقى هناك وتفرجوا عليه وهستنى رأيكم في الجمال والعظمة اللي هتشوفوها. هتلاقوا المصادر ولينكات صفحات السوشيال ميديا تحت الفيديو، واللي بيشوفنا يعمل لايك وشير للحلقة، واللي بيشوفنا لأول مرة على اليوتيوب يعمل سبسكرايب للقناة عشان يتابع كل جديد. استنونا الحلقات اللي جاية وإلى اللقاء في قعدة جديدة من اتفضل قهوة مع نورهان نبيل.